فبعد غياب دام 15 سنة تقريبا منذ عام 2007 مفاضلة أعداد معاهد المدرسين تعود إلى الواجهة من جديد، وعاد الالتزام بالتعيين إليها، حيث أعلنت وزارة التربية عن مفاضلة معاهد أعداد المدرسين. ماذا بشأن هذه المفاضلة؟ كيف يتم التفاضل؟ وعلى أي أساس وكيف يكون التعيين بعد التخرج؟ عدد من الطروحات التربوية التي وصلت إلينا رح نناقشها اليوم مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ جميل الطويل، مدير التأهيل والتدريب التربوي في وزارة التربية. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. هلا كيفك؟ يسعد صباح. سابقا من زمان كثير كنا دائما نعرف اعداد المدرسين بجميع المجالات كانت ملتزمه فيه الدوله، يعني بتلاقي الاهل كانوا حتى يرغبوا لاطفالهم او اولادهم بعد البكالوريا انه لا فورا لهي المعاهد، لانه فورا بعدها بيحصل على وظيفه ومن خلالها بيقدر يحقق طموحه في مجال الدراسه. بعدين فجاه التغى هيدا الالتزام عن جديد. خلينا نحكي بعد هيدا الغياب السنوات شو اللي السبب الأساسي وليش هلأ بهيدا التوقيت؟ خلينا نحكي ونفسر للناس أكثر، لأنه في كثير من الناس سعيدة بهلأ نتائج البكالوريا سنويا، يعني كثير من الناس كانت نوعا ما محبطة بهيدا الشق، أنه أنا كنت بفضل لابني أو بنتي تدرس معهد سنتين وتشتغل باختصاصها. بداية صباح الخير لكم ولجميع مشاهدينا الأكارم. خليني أعطي لمحة عن المعاهد المتوسطة. تفضل. نحن المعاهد المتوسطة انضمت للمجلس الأعلى بوزارة التعليم العالي بال2004. بال2005 تم إيقاف المعاهد المتوسطة اللي كانت العربي والرياضيات والعلوم والإنجليزي والفرنسي. طبعا نحن بوزارة التربية في عندنا مجموعة معاهد، بقي منا معهد الموسيقى والرسم أو معهد الفنون التشكيلية والتطبيقية ومعهد الموسيقى. صحيح. وعندنا المعهد الرياضي وفي بعض المعاهد بالتعليم المهني. طبعا نحن كان في شيء اسمه معهد الاعمال اليدويه ظل فيه الالتزام لل 2008. من خلال مرور على السؤال اللي تفضلتي حضرتك فيه، نحن صار في عندنا شيء اسمه معلم صف بكليه التربيه. صحيح. وصار في التزام وتم ايقاف الالتزام فيه او ظل الالتزام موجود لل 2012. صحيح. طبعا كليه التربيه هي عم تعطينا معلم صف. معهد اعداد المدرسين يختلف عن معلم الصف. صحيح. طبعا نحن في عندنا من خلال سؤالك اجابتين. اول شيء نحن بحاجه لنقص او لسد النقص بكوادرنا التعليميه. ثاني شيء هدف وزاره التنميه الاسمى هو توطين التعليم. نحن بالنسبه لاعاده هالمعاهد هي اللي هن فقط اربعه حاليا افتتاحهم، اللي هن الرياضيات والعلوم والانجليزي والفرنسي. هذا تم بناء على الحاجه الماسه من الميدان فقط. نحن بالنسبه لنا دائما ما في شيء بنحطه، يعني التربيه ما هي كبس الزر وانما هي تخطيط على مدى متوسط وبعيد. من خلال التخطيط المتوسط نحن من قبل بست شهور بعثنا لكافه المحافظات ما هي الاحتياجات للمواد التاليه، لانه نحن في عندنا نقص بالكادر كثير التدريسي بتعليم. طبعا واجهنا بعض الملاحظات انه الشهاده الجامعيه وين راحت؟ لا بالعكس، نحن بنرحب بالشهاده الجامعيه وهي اكثر عمق علمي، ولكن الاعداد تبعها ما بتكفي، وبالتالي نحن في عندنا نقص بهذا الاتجاه. اذا نحن هدف الافتتاح والالتزام فيه لحتى نشجع نحن الطلاب تلتزم باماكن اللي تم تحديدها ببلاغ من رئاسه مجلس الوزراء، قرار انه لازم يكونوا من ابناء المناطق يلي بدهم يتعينوا فيها. تماما، يعني هذا يعني مدينه ريف ريف. مراكز النور المستثنات في مناطق، هلا انا بالجدول بشرحه. صحيح. نحن كل مديرية التربية عطتنا مكان احتياجاتها، يعني مثلا باخذ اللاذقية هي احتياجاتها بثلاث اماكن اللي هي القرداحة واللي هي جبلة واللي هي السلم. خليني اخذها مشان نكون انا وياكم سوا. تفضل. خليني اقول مثلا اي محافظة اخرى، خليني اقول درعا. في عندي بشرق درعا، وفي عندي بغرب درعا، وفي عندي بالصلمين، وفي عندي بإزرع، وفي عندي بجاسم، وفي عندي بنوا، وفي عندي بصير، وعندي شجرة. ضمن هدول المناطق بيتموا الأبناء اللي بدهم يتقدموا هن من المناطق هي، وبالتالي بدهم يتعينوا بهالمناطق. طبعا في تعهد خطي انه هن بدهم يتعينوا بهالمناطق الموجودة عندنا. تمام. مثلا انا حكيت مثال اخر، اذا بدهم عملية نقل ممنوع. ما في، لا في تعهد خطي. مثلا انا حكيت
مثلا باي ملاحظه، مثلا لازقيه، لازقيه نحن قلنا القرداحه وجبله والحفه، اذا هدول هن الحاجات اللي بعتتها مديريه أساسي. التربيه من خلاله. تماما. طيب خلينا نحكي استاذ عن يعني التقدم الى المفاضله، يعني قلنا بعد انقطاع تقريبا 15 سنه مفاضله راح تكون، راح يكون في خريجين المعاهد، هل هي قادره ان هي تعطي الجوده بالتدريس، وخاصه المناهج عم تتغير سنه عن سنه، عم تقدر كمان تداري الوضع النفسي ان كان للمدرسين او كيفيه التعامل مع الطلاب للمدرسين؟ نحن كلامي كتير سليم وأرح أحكي بشفافية. طبعا نحن شروط المفاضلة تبعنا أنه يكون محقق 50% من المجموع العام و 60% من علامة الاختصاص. هلأ جودة التعليم هي عبارة عن ناتج عمليات وليست عملية واحدة، لكن أنا قدام وضع خاص، أنا قدام نقص معين بالكادر التعليمي، الشهادة الجامعية هي أكثر عمقا اختصاصيا وعلميا، نعم، ولكن أي أفضل لي أن أدرس إنسان لمدة سنتين يتعلم مهارات ويتعلم معرفة وكيفية استخدام تقنيات التعليم، وأم جيب واحد معه بكالوريا أو لساته سنة أولى جامعة خاضع إلى دورة يمكن لمدة شهر فقط، أي ساعات، أي أفضل صحيح تغطية، طبعا من حاجك للمر اللي أمر منه، لكن نحن في كادر ناقص، شو من شو الحل؟ فارتقت وزارة التربية وحتى تحفز الأساتذة لأنه يروحوا لهالمناطق، هي أنه نحن التزمنا بتعيينهم، هذا سبب من عملية الالتزام. صحيح. لأنه ممكن إذا ما صارت ملتزم ما يجيني حدا أو ما نحقق الطاقة الاستيعابية الموجودة عندي، هذا من شروطه. طيب خلينا نحكي، يعني قلنا أنه المفاضلة للمعاهد الالتزام فيها اللي حكينا عنها أربع مواد، العربي والإنجليزي والمواد الأخرى اللي ذكرتها، والرياضيات والموسيقى والرياضيات الفرنسي، الرسم والموسيقى هل يحق لهم التقدم إلى المفاضلة ورح تكون ملتزمة فيهم ولا لا؟ هي يعني سؤال مطروح، لأنه للأسف الثقافة العامة المعروفة أنه هي مواد ثانوية، يعني إحنا عم نقول عودة هي المعاهد لوزارة التربية أو الالتزام فيها من قبل وزارة التربية لأنه هي مواد أساسية، فبنحكي نحن عن مصير المعاهد الأخرى، شو راح يكون مصيرها؟ هل يحق لها التقدم للمفاضلة ولا لا؟ أنسي نور، نحن حكينا سابقا أنه معهد الموسيقى والرسم، اللي نحن الرسم صار معهد فنون تشكيلية وتطبيقية، لم يلغى أو بالأحرى لم يوقف، فهو مستمر، طبعا له شروط مختلفة عن شروط المعاهد هي، وبالتالي نحن عندنا أعداد كافية من هذه المعاهد، يعني لا يحق له التقدم، طبعا بحق له يقدم، بحق له يقدم على هذه المفاضلة، بحق له يقدم، بس هو بقى صفي بيختار هون أو هون. حتى طلاب الجامعة، يعني حتى أي حدا عنده قبول جامعي بحق له يقدم، ولكن نحن بناخده على الموازي. يعني أنا قدمت على الجامعة، طلع لي كرسي بالجامعة وأنا حبيت روح على المعهد ملتزم، نحن مقبول بحق له يقدم، طبعا إذا كان من أبناء المنطقة هيك إنه ويتوظف بين أبناء المناطق اللي بده يتعين فيها وفي تعهد خطي فيه. يعني في خيارات، إذا أنا ما المخرجين بهي المواد، يعني إذا قدرت أنا ما غطي هيدا الفراغ، الخيار الآخر للمواد ممكن أخذ الأساتذة، فيني أخذ، أقول أنا خريج شهادة 2022، تمام أنا بحق لي أقدم على المعهد، بحق لي أقدم على الجامعة. صحيح، تعرفي أنت الجامعة خلصت مفاضلتها، أخذت كرسي بالجامعة، أنا بحق لي أقدم على معهد إعداد المدرسين، طبعا بحق لي أقدم، ولكن نحن بنقبله وفي شروطنا وعلى الموازي. يعني ما بيدخل مثل الطالب اللي قدم دغري للمعهد. طب وإذا كان هو مخلص فرع بالجامعة وبده يروح إلى المعهد، لازم يكون خريج 2022 حاصل على البكالوريا؟ هذا كل القبول حتى بالجامعة بده يكون، أكيد أكيد، بس أكيد ما في استثناءات حتى للموازي. لا 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 أبدا، تمام، لازم يكون بعام 2022 حاصل على شهادة البكالوريا. ممكن تطرأ سؤال على بالك أنه طيب السنة اللي قبلها شو حله هذا؟ نحن وزارة التربية بتساوي مسابقات من خلال طبعا وزارة التنمية الإدارية، صارت مسابقات، هذا بيروح بشكل مسابقة السنة اللي قبلها بشو؟ بيروح على شكل مسابقة، لما بتعلن وزارة التربية من خلال وزارة التنمية الإدارية انه احنا في عنا مسابقة بيقدم عليها. طيب خلينا نحكي، فينا نقول معلم صف او صف خاص كنا نسميه سابقا، في بوادر للعودة للالتزام في من قبل وزارة التربية؟ هلا صراحة أنسي نور هدول ملفين مختلفين. ايه بس فينا يعني بما انه في بوادر لعوده الالتزام الدوله بكثير معاهد، فينا نقول واختصاصات سابقه كانت ملتزمه فيها. في عندنا خريجين معلم صف كافين العدد. نحن الالتزام شو هدفنا؟ لنشجع لحتى نحسن ناخذ عدد معين. بعدين في شغلتين انسينا. معلم الصف هو يهتم بالحلقه الاولى بالمرحله التعليم الاساسي.
نحن بإعلان وزارتنا كان هو الحلقة الثانية بالتعليم الأساسي. عم قول بوادر، يعني نحن عم نحكي هي بداية. هلا بوادر هذا الموضوع حاليا ما في. ما في. كنا نفائل الناس شوي. ما هلا نحن كلياتنا تفاؤل، لكن هذا واقع. في كم من الخريجين للأسف قاعدين بالبيت. لا ليك شغلة. هذا الموضوع هو موضوع شامل. نحن بالنسبة إن الالتزام في مسابقات عم بتصير. واللي عم يقدم عليها اذا نجح يعني نحن كل سنه تقريبا عم يكون في مسابقه يؤخذها او لا من خلال مسابقات. تمام. كمان خلينا نحكي بما انه طرقنا الى موضوع الموازي، طريقه التقديم ولاي يوم المعاهد العاديه رح تكون، والموازي لكل حدا هلا حابب يقدم الى المعاهد المتوسطه كيف فيه ليوم الخميس. نحن افتتحنا من 7/9 ل 23/9 23/9 بيكون يوم جمعه. والموازي نحن قاصدين بهذا التاريخ لحتى يعرفوا المتقدمين انه حتى يوم جمعه وسبت المديريات فاتحه ابوابها للتسجيل. وملاحظه، لازم يكونوا حاصلين على 50% من المجموع العام للشهاده الثانويه، وكذلك 60% من علامه اختصاص بعد طي علامه الديانه طبعا. واحد المادتين. تمام. والموازي، الموازي هو قلت لك بيكون ل طبعا كل شيء بيكون للعام. لأبناء الشهداء، لأبناء المعلمين، للمتقدمين الأخذين أماكن ضمن جامعة دمشق. يعني بروح معك أكثر، حتى اللي هو بالسنة الأولى بالجامعة راسب أو ناجح للثاني، يعني خلينا نقول الشهادة ل 21، دائما وزارة التعليم العالي بتساوي شيء اسمه تعليمات بالقيد والنقل والتحويل للمماثل، فممكن أنه يتقدم لعنا. هذا السؤال كثير مطروح بالميدان، فممكن يتقدم لكن بيكون بيحقق شروط العلامات بسنة شهادته، وقلنا انه بده يكون ضمن الموازي. طب استاذ جميل، يعني اذا اكثر من سنتين اخذ وقت الطالب، خلينا نحكي كيف مثلا ما في له بضل بمكان الجامعه تبعه تماما، يعني هذا مو من عندنا. يعني اذا رسب اول سنه وثاني سنه هذا مو من عندنا، هذا قرار بتاع بس سنتين. عن ستنا الكريمه، هذا الموضوع بيتعلق بوزاره التعليم العالي، يعني هي بتطلع تعليماته. نحن هل تغيير القيد والنقل والتحويل المماثل نرضى فيه نحن وفي تعليمات وزارة التعليم العالي، بس هذا الطالب بده يحقق بشهادته الثانوية بسن تسجيله بالجامعة شروط اللي نحن حاطينها 50% عام و 60% من علامة. أما عند الرسوب لسه ما درست ولا مبدأ، بس راسب بالسنة الأولى بحق له، بس راسب سنتين صار في على الشهادة مضي أكثر من سنة في قديمة. طيب أستاذ، خلينا نحكي عن المقابلة المخصصة للمفاضلة، كيف رح تكون هي المقابلة وشو المعايير اللي خلالها بيتم التقييم؟ عن ستنا الكريمة، لما أعلننا عن إعلان التقدم لطلبات المعاهد تشكلت لجنة طبعا خاصة بكل مدينة. هاي اللجنة هي عبارة عن مدير التربية ومدير التربية المساعدة اللي هي بتتبع له دائرة الإعداد والتدريب أو التأهيل والتدريب، ورئيس دائرة التأهيل والتدريب، وطبيب من الصحة المدرسية. هو عم يقدم الطلب، بيحكوا معه هل هذا يقبل بالصف إنه يكون مدرس أو لا. يعني نحن بحيث تكون أموره الصحية أو أموره اللي ممكن يدخل فيه على الصف مقبولة، ما عندنا أي مشكلة فيها صراحة. تمام. يعني من حيث اللكنة، من حيث أي شيء ممكن يكون بشخصه، بيبين معه من خلال تقديم الطلب وتحدث الدكتور معه. طيب أستاذ جميل، خلينا نرجع نضوي على نقطة أنه هل يحق لطالب الجامعة يلي قدم على مفاضلة أنه يقدم على طبعًا المعهد أيضاً إلا طبعاً نسبة الموازي عندنا 40%. نسبة الموازي من الطاقة الاستيعابية هي 40%. فلذلك بحق له، قلت لك بحق له بيدرس بالجامعة وبالمعهد الموازي. هلا لا لك شغلة، حكما الجامعة لما بده يلتزم بالمعهد هو ما رح يضل موجود بالجامعة. هلا في ناس تدرس لحالها، في كثير ناس تدرس اختصاص تدرس لحالها اختصاص ثاني، لكن المعهد بده دوام. فالجامعة أي جامعة بدها تقبل إنه ما يكون مداوم فيها الطالب. رح يكون في دوام ورح يكون في شيء اسمه عملي ورح يكون في التزام. طبعا كان في خطة درسية نحن اشتغلنا عليها، مركز تطوير المناهج بالإضافة إلى مدية الإشراف، طبعا مجموعة موجهين أوائل موجهين اختصاصي خلصوا المناهج، هلا بقيد الطباعة، الخطة الدرسية موجودة. يعني مثلا الإنجليزي في عنده 13 مقرر بالسنة الأولى و13 مقرر بالسنة الثانية، الفرنسي عنده 13 ب13، الفيزياء عنده 18 ب14، الرياضيات كمان يعني نفس المنوال. فإذا في خطة ضمن الخطة رح يكون في تكميلي مثلا لل
في قواعد ممكن تكون ضمن الاجراءات الموجوده. تمام، اذا ما في شيء واضح على ارض لا الواقع. في كل شيء، كل شيء واضح، لكن انها التكميلي حكما اذا احتاج لي، يعني نحن الرائز السماويا ما اخذنا اذا التكميلي على ماده او ثلاث مواد مثلا او مادتين. يعني هلا نحن بالبكالوريا بكمل اذا كان ناجح بثلاثه، بثلاثه صحيح، تمام، راسب بثلاثه، اسف. طيب اذا باربعه هو يعتبر راسب بالصف، مزبوط. طيب هذا رائز بينحط بناء على المعطيات الموجوده عندنا. طيب استاذ جميل، خلينا نحكي عن نقطه كثير مهمه، يعني بسبب ارتفاع العلامات اللي كثير كبير بالبكالوريا، ارتفاع العلامات لدخول اختصاصات للبكالوريا، بيكون في توجه نسبه كثير كبيره من الطلاب للمعاهد. خلينا نحكي بعد التخرج من هي المعاهد، اليه تعيين الطلاب كيف رح تكون؟ يعني بعد عوده الالتزام لهي معاهد اعداد المدرسين، رح يكون في نسبه كبيره من التقدم من الطلاب، كيف رح تكون اليه التعيين؟ ركزنا حسب احتياج المحافظه بالمنطقه وبالتعهد الخطي اللي هو كتبه المدرس. لا يحق له ان نقول ابدا 5 سنين ولا لا، 5 سنوات طبعا بعد. ممنوع فيها النقل والندب واي شيء ثاني، يعني هو ملتزم بده يكتب تعهد خطي. لا اقول لك شغله، يعني النقل صار كثير صحيح، وبالتالي هذا الموضوع نحن عم نعالجه، وعم اقول لك قرار رئاس الوزراء من رمضان لتعيينه حصرا في الاماكن اللي نحن طالبين نقص فيها، يلي فيها نقص عددي كبير، هذه من جهه. ونحن عم نحاول نسعى وزارة التربية إلى شيء اسمه توطين التعليم، بحيث ابن المنطقة يدرس فيها. تمام، وبالتالي عفواً أنا آسف، يعني ما بيعود يطلب أنه ينتقل لمكان تاني لأنه هو ضمن المنطقة الموجودة فيها. صحيح. طيب أستاذ، يعني عندنا نحن محافظة طرطوس هي مستثنى عن يعني المشاركة أو التقدم بالمفاضلة للمعاهد. لا أبداً بدي خالفك بالرأي. نعم، طرطوس هي مدينة أم الشهداء وهي بقلبنا وبعيوننا، لكن نحن لما طلبنا الاحتياج طرطوس ما أنا بحاجة لاحتياج. طب هل يحق لابن طرطوس التقدم إلى المفاضلة وختمة باقي محافظة؟ نكون عم نخالف تعليمات رئاسة الوزراء. طب إيش الحل؟ ما في حل، لأنه هو بده يتقدم لمسابقة لما بتعلنها وزارة، نحن عم نقول التعيين في المناطق نفسها. طب أنا هون في مخالف، يعني أنت تصوري اللاذقية مثلا أنستنا الكريمة بس أخذ احتياج الرياضيات. يعني أنا عديت لك هدول 3 مناطق بس أخذ شو احتياج؟ رياضيات. العربي والإنجليزي والفرنسي ما لها بحاجة، فما أخذت. طب أستاذ، يعني ما فينا مثلا نحن نقدم على المعهد لإعطاء دروس خصوصي بالمنزل، يمكن لغاية غير أنه نحن نتوظف بالأماكن أو المحافظات أو المراكز اللي هن بحاجة لنا، نحن ما فينا يعني نتعلم بهاي المعاهد لحتى نعطي دروس خصوصي لحتى نفيد أولادنا يلي رح يجونا على الطريق، ولا ضمن الخطة غير موجودة؟ هذا ما علاقة، ما له علاقة بالدروس الخصوصي. الدروس الخصوصي شيء وهو شيء شخصي 100%، ولكن إنه التعلم، نحن عم نحكي على التعلم. من حق أي حدا بيدخل المعهد، ليش أنا عم أقول لك حسب الحاجة، دخل هذا المعهد من أبناء المنطقة، أنا افترضنا عندي، خليني أعطيك كمان من جدول، مثلا أي محافظة بتحبي أخذ لك؟ نقي حمص. حمص، رح ناخذ حمص. بس ما تكون مستثنات. لا موجودة؟ لا، حمص ما أنا مستثنات. أوكي، نحن ما استثنينا حدا. أكيد برجع بأكد لك، نرجع بنقول حسب الحاجة. أوضح ذلك، الحاجة لسنا نحن كوزارة من حطه. الحاجة التي رفعتها هي مديرة التربية، يمكن حتى ما توقع من الإشكاليات السابقة، النقل والندب وهدول التفاصيل في كل محافظة. صحيح، هو الرفع أنه أنا ما بدي، أنا ما عندي فارق. عندي اقتزاز، وبالتالي أنا ما بدي، فأنا ما بحسن إلزمه بزيادات وهو عنده. خليني أرجع لموضوعك، حمص طبعا نقيتي أطول محافظة بالمناسبة، محافظة يعني عندك المخرم، الرستن، القبو، شين، تلدو، حديدة، خربة التين، تلكلخ، الوادي، القصير، القريتين، الرقامة، الفرقوس، حسياء، مسكنة، قطينة، سكرة، تلبيسة، تدمر. يعني أنت تصوري حمص بدها من هدول كلهم 365 واحد. طبعا من الاختصاصات مختلفة، يعني بدك لك مثلا الرياضيات بدها 14 واحد بالمخرم، بالرستن 10 وهكذا. يعني نحن عندنا دراسة إذا بتشوف الكاميرا هذا مفصل، نحن ما عندنا شيء نشتغله من عندنا اعتباطي. هذا موجود بالعدد الموجود إلى آخره. فإذا بتحب تقرب الكاميرا لو سمحت، فيك تأخذ من بدءا من دمشق، بس أنا فتحت على صفحة ورح حط لك طرطوس اللي هي احتياجها صفر. طيب خليني أنا أعرض أستاذ جميل إذا بتريد، هاي نحن عم نشوف هيك
طرطوس احتياجه صفر، شو المحافظات الأخرى اللي احتياجها صفر؟ عندنا اللاذقية بس فيها رياضيات والباقي المواد صفر. ريف حمام موجود هي عم نشوف كل المحافظات مبينين على الكاميرا، وطرطوس بالصفحة التالية هي احتياجها صفر. صفر؟ لا مو هون، لأنه ما حطيناها، احتياجها صفر. أوكي ما أنا موجودة، ولكن عم نشوف، أنا ماني شايفة كتير منيح، عم نشوف احتياج المحافظات بالأعداد وبالأماكن وبالمراكز أيضا. استاذ جميل خلينا نحكي ونتطرق يمكن، بس بدي جاب الآن سنور شغلة. أوكي سوري تفضل. نحن يسلموا إيديك شكرا. نحن بالنسبة لنا حما فيها تجمع هي للرقة وإدلب. صحيح، يعني التقديم بحما عم يتم بحما صح، لكن لثلاث محافظات هن الرقة وإدلب. بتحبي أعطيكي حما بالذات الريف تبعها أو الموجود؟ رح نفتح على حما. هاي حما، حما في عنا الريف الجنوبي 30 واحد رياضيات بدهم، الحمرة 15 واحد رياضيات، تصور علوم ما بدهم، لغة فرنسية ما بدهم، إنجليزي ما بدهم، سوران 10 رياضيات، علوم ما بدهم، لغة فرنسية بدهم 5، لغة إنجليزية 10، محردة بدهم 4 رياضيات والباقي لا، 6 لسلحب رياضيات والباقي لا، صقلبية 15 رياضيات والباقي لا، شطحة 10 رياضيات والباقي لا، سلمية بدها 20 رياضيات، 10 علوم، 5 لغة فرنسية، 20 لغة إنجليزية. الريف الأول والريف الثاني رياضيات ما بدهم، علوم بدهم 15، الريف الثاني ما بده، اللغة الفرنسية بده 25، الريف الثاني ما بده، اللغة الإنجليزية 30 و20. إذا نحن هاي الأرقام ليست من صنع وزارة التربية، وإنما هي الحاجة. احتياجات مديريات التربية. شو المحافظة اللي أكثر شيء كانت محتاجة أكثر؟ حسب العدد، يعني أنا هلا مثلا عندي، خليني أقول دمشق 153 بدها، ريف دمشق يمكن بتصور أكبر واحدة 1166. صحيح. يعني لقنيطرة 515، درعا 482، بتصور ريف دمشق أكثرهم. صحيح، بتصور ريف دمشق هي أكثر وحدة طلعت عندي هون. حما مثلا 220، لاذقية 30، الحسكة 160، فدير الزور 405. إذا متفاوت حسب الاحتياج الموجود، فنحن حتى الأرقام موجودة عندنا. تقريبا مجموعنا هدول تقريبا آنستي هو بحدود 5000 وشوي. يعني عم نحكي عن 5000 وشوي فرصة عمل. طيب هذا هل خريجين الجامعات قادرين يسكروا هذا الشيء؟ ما في عندنا خريج الجامعات تسكر هذا النقص يعني، ومع ذلك في أماكن لسه، لأنه يتاخذ وكالات أو يتاخذ ساعات أكيد، لأنه في شيء كتير كبير. نعم. يعني قبل ما نختم، المتفوقين بالمعهد رح يكونوا ممكن يفوتوا بالجامعة ولا؟ نحن بمعهد الموسيقى ورسم نعم. نعم. فإذا هذا مثله مثل أي معهد، لكن هو ملتزم بأن يتعين فوراً ضمن المحافظة. صحيح. وإذا حب يتابع أو إذا هو طلع متفوق وطلع له بعثة بالجامعة، أقول لك باخذ على الموجود عندي. أنا كأول بالموسيقى أو بمعهد فنون تشكيلية وتطبيقية يدخل الجامعة. صحيح. وبالتالي هذا بحق له أكيد. يعني هذا النظام. أكيد بدنا نشكرك على وجودك معنا أستاذ، وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها، وقلت أكثر من 5000 فرصة عمل للخريجين المعاهد إن شاء الله بسنوات قادمة. بتمنى في خريجين جامعات يكون لهم مسابقات، لنقدر فعليا، في عندنا فائض للأسف خريجين كتير كبير بالبلد، يكون لهم الفرصة للعمل والتدريس ضمن بلدهم. شكرا كتير إليك. شكرا لكم، شكرا للاستضافة، وإن شاء الله نكون حسنا نوضح لأبنائنا وأهلنا المرة. إن شاء الله أكيد. ونحن حبينا نستفسر، حتى لو هيك غلبناك معنا أستاذ جميل، حبينا نستفسر أكثر ونعطي إضاءة عن كل التساؤلات اللي عم يسألوها طلابنا. معكم ليوم الخميس، ليوم بكرة، ليوم الجمعة عفوا، ل 23 الشهر 23/9 التقديم إلى مفاضلة المعاهد باختصاصات يلي ذكر الأستاذ إنجليزي، رياضيات، فرنسي، وعلوم أيضا. لازم الشروط تكونوا حاصلين على 50% من معدل بالنجاح و 60%. سألوني، ماشي بدي أعقب كتير شوي، سألوني على العلوم لأنه هي فيزياء وكيمياء وعلوم. صحيح. يعني يجب أن يكون محقق 540 علامة. أوكي. كيف من كانت ما بهم، بيكون 540 علامة. هي مجملة بثلاث مواد. هلا نحن ما وقفنا مشان ما حدا يقول أنه نحن عرقلنا الموضوع، سهلوا للناس. صحيح. 540 علامة، كيفما اتفق تجميع ما في مشكلة. ميرسي كتير لك ونهارك سعيد، موفقين لكل طلابنا وأساتذتنا أيضا. شكرا كتير لك.